طيب دكتور أحمد هو معنا عبر سكايب. دكتور أحمد، يعني كيف ترى كل هذه الأزمات اللي بيعيشها المواطن البريطاني؟ هذه الاضطرابات، يعني زي ما دكتور توفيق تحدث، هناك الكثير من الاضطرابات في قطاعات مختلفة. نتحدث أيضا عن تراجع الجنيه الاسترليني، نتحدث عن هناك تضخم، هو انخفض عن العام الماضي ولكن في تضخم، وبالتالي تداعيات كل هذه الأمور إيه؟ يعني بداية بالنسبة للإضرابات، هي ليس يعني الجانب السلبي والخطير بالنسبة للاقتصاد البريطاني، لا بل يمكن أن تعرف الإضرابات اقتصاديا بأنها تعكس جانب إيجابي، وأن الديمقراطية البريطانية وكذلك أيضا المرحلة المتطورة التي وصل إليها الاقتصاد البريطاني، لعبت الإضرابات عبر التاريخ البريطاني دورا أساسيا وإيجابيا في بلورة الاقتصاد البريطاني وتحقيق هذا المستوى العالي من الديمقراطية في بريطانيا. نعم، على المدى القصير تعكس الإضرابات يعني حال من القلق، حال من النتائج السلبية بالنسبة لأداء الاقتصاد، ولكن على المدى البعيد الإضرابات أنا لا أراها يعني شيء سلبي وخطير بالنسبة لمجريات الأمور في بريطانيا. كذلك أيضا بريطانيا كباقي الدول ذات الاقتصادات المتطورة عانت الأمرين بسبب يعني موجات متتابعة من الأزمات الاقتصادية العالمية التي شهدناها والتي ارتبطت مع انتشار فيروس كورونا، وما أدى ذلك إلى فرض معايير يعني صارمة من قبل الحكومات لتخفيف الحركة وتخفيف التشارك الاجتماعي، وما لذلك من تداعيات اقتصادية كانت كبيرة جدا، ومن ثم المشكلة المرتبطة بخطوط الإمداد، ومن ثم أتت الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط وبالتالي ارتفاع مستوى التضخم، وبالتالي مثل هذه المعادلة بأطرافها المتعددة فرضت جوا جديدا بالنسبة لبنك أوف إنجلند لفرضه موجات متتالية من رفع نسب الفائدة. كل ذلك أدى إلى تراجع مستوى المعيشة، تقلص في القدرة الشرائية للمستهلك البريطاني أسوة بباقي الدول الأخرى. ولكن يعني حسب آخر المؤشرات يبدو أن الاقتصاد البريطاني قد يعني بدأ يستعيد عافيته بعض الشيء، وهناك توقعات من قبل بنوك الاستثمارية العالمية في مقدمتها جولدمان ساك بأن الجنيه الاسترليني قد يصل قريبا إلى مستوى 130 مقابل الدولار الأمريكي. يعني كان هناك مخاوف كبيرة جدا خلال العام الماضي من أن الاقتصاد البريطاني قد يدخل في مرحلة طويلة من الركود الاقتصادي، ولكن يبدو أن تلك التوقعات لم تكن صحيحة، وتمكن الاقتصاد البريطاني من انتشار نفسه من الركود، وحاليا يبدو أن المشهد المستقبلي للاقتصاد في بريطانيا ليس بهذه الحال من السوء. نعم، طيب.